سلامة، مرحبا بكم في فيديو جديد سور ماشين لاتسير مع فدوى. الفيديو متاع اليوم باش نوريكم كيفاش تجمو تتعلموا اي مجال تحبوا تقراوه، اي دومين من اقوى الجامعات في العالم. كيف نقلكم تجمو تقراوه من اقوى الجينيفرسيتي او موند فريمون بالحق. تخيلوا انتم الموقع هذا اللي هو اسمه EDX، تجمو تقراوا اي دومين مثلا من لونيفرسيتي هارفارد، باستون، MIT، فريمون فيه برسك 160 انيفرسيتي. تخيلوا انتم معناتها فريمون ما يمكنش باش تندموا. جست تفرجوا معايا في فيديو للاخر، خاطر عندي برشا حكايات على الموقع هذا وبرشا معلومات باش يفيدوكم. ديجا باش نحكي لكم شويه على السيت، باش نوريكم كيفاش تعملوا لانسكريبسيون، وبيان سور كيفاش تكتيفيو الكونت نتاعكم، باش كيف تجيكم السيرتيفيكا تلقاوها بالاسم واللقب مريجل وباللوجو. وباش ما توقعش مشكله وتقولوا لي وتجيوني في انستغرام ما تحصلتش على السيرتيفيكا، ما حبيتش تجيني، ما عرفتش انت اللي شارجيها. باش نحكي لكم على الحكايه الكل. دونك جميع الاسئله ديجا اللي جاتني في انستغرام باش نجاوب عليها هوني. سينو باش نوريكم كيفاش ترجموا الكور، واهم حاجه كيفاش تعملوا لا دوموند ديت فينونسيير، المطلب نتاع الدعم المالي اللي هو يعاونكم باش تاخذوا السيرتيفيكا بلاش. داكوغ، دونك فريمون باش نحكي لكم برشا حاجات، دونك تابعوني للاخر. وبيان سور بيان سور بيان سور من غير ما نوصيكم على جيم وفالو، وبلي حاجه نطلب منكم طلب تصغرون هكا دوموند صغيره سيفو بلي. كانكم تتفرجوا فيا لاول مره اعملوا لي سبسكرايب في لاشين واكتيفيوها. سينون كانكم ديجا تعرفوني معناتها من الانستغرام ومن الكونت نتاعي في التيك توك، نحبكم تكتبوا لي هوني في تحت الفيديو، نحبكم تكتبوا لي سيرتيفيكا، كلمه سيرتيفيكا اون ليني. اي انسان يكتب لي سيرتيفيكا اون ليني فريمون باش نعتبرها انها كلمه تشجيع باش انا نواصل في اللي نعمل فيه، ونزيد نهبط لكم دي زوتر سيت اللي يجمعوا يعاونوكم في قرايتكم في خدمتكم. عندي برشا معلومات نحب نبارطاجيها، دونك شجعوني باش نواصل. وبيان سور كان عندكم دي كيسيون اورجون ولا حاجه يجوني الانستغرام، تلقاو تو لي انفورماسيون تحت الفيديو. وكالعاده ما تنساوش تشجعوني. يلا نبداو على بركه الله. دونك اول حاجه باش تمشيو لجوجل باش تكتبوا EDX كيما هكا. ديجا اول ليان EDX.org، تو نحط لكم اللين تحت الفيديو. سينو حبيت نوريكم هذه فري اونلاين كورس. اش معناتها فري؟ معناتها السيت هذا، الموقع هذا، لي كور اللي فيه الكل فري. معناتها كانك تحب تقرا حاجه جوست للمعلومه باش تطور من روحك، ولا عندك كور ماكش فاهمه في اليونيفرسيتي نتاعك، ولا نعرفش انا تحب تتعلم ماركتينغ، تحب تتعلم البيتكوين، اي حاجه موجوده فري. معناتها تنجم تقرا بلاش، تعمل جوست لانسكريت نوريكم كيفاش وتكتيفي الكونت نتاعك و سي بون، تنجم تقرا اللي تحب داكو. وبيان سور تنوريكم الترجمه. دونك لي كور وبربي ثم برشا يسالوني على اللونغ فرونسي، يحبوا يتعلموا الفرونسي بالباهي الكوميونيكيشن، وثم برشا يحبوا يتعلموا للمو. هذا السيت فيه برشا حاجات. ديجا بلي اونتر بارونتيز راهو الموقع هذا ديجا شكون معناتها شكون كيما نقولوا مولا الموقع، شكون اللي اسسه؟ هي لونيفرسيتي نتاع هارفارد و MIT، هذوما لي دو يونيفرسيتي بيان سور راهو معروفين برشا. هما كيما نقولوا اون 2012 قرروا انهم ياسسوا السيت هذا. علاش؟ البيت نتاعهم انه اي انسان في العالم حتى ما عندوش الفلوس، ما عندوش لي مويان، حتى ما عندوش نيفو باك، يجم يقرا ويقرا بلاش. معناتها المعلومه توصل لاي انسان في العالم. دونك لا ميسيون نتاعهم ولا الهدف نتاعهم انه اي انسان يجم يقرا ويتعلم حاجه جديده. داكو، جست انه هو ينوى انه يقرا. داكو، وبيان سور السيت هذا كيما تشوفوا فيه اكثر من 3000 كور. داكو، ورا برسك شوفوا انتم النومبر دو بيرسون اللي عاملين كونت وقاعدين يقراو. داكو، ديجا ارا نومبر دو بيبل ار ليرنينغ فريمون نومبر كل نهار قاعد يزيد. واهم حاجه نهبطوا نقطه شويه، حبيت نوريكم جوست لي دومين اللي تجمو تقراهم هونيا. هذوما لي بوبولار سبجكت، معناتها لي سوجي بوبولار اللي هما الكمبيوتر ساينس. شوفوا انتم شنو تجمو تقراو، تجمو تقراو بلوك تشين، ديفلوبمون، اتش تي ام ال، جافا سكريبت، بايثون، لي لونغ اللي تجمو تقراوهم. برشا يحبوا يقراو الجيرمان، يحبوا يحسنوا من الانجليزي، من الفرنسي، في الكوميونيكيشن كل شيء موجود، الداتا ساينس. شوفوا انتم جوست هذوما جوست لي دومين اللي بوبولير وعليهم لا دوموند برشا، البيك داتا، الانتيليجنس ارتيفيسيال، ماشين ليرنينغ. فريمون والله العظيم السيت هذا من اقوى لي سيت. انا سي فري حكيت لكم في دي فيديو سابقين على كورسيرا، بلاتفورم كورسيرا، الموقع كورسيرا واليوديمي، حتى هما تحفونين من الاو دي اكس اقوى واقوى. داكوغ، دونك باش نحاول نوريكم جميع لي زاستوس اللي عندي في السيت وبرشا برشا حكايات. وكيما قلت لكم كان ما فهمتوش حاجه حطوا لي في لي كيسيون، بربي شجعوني بلي جيم والكل من غير ما نوصيكم. داكوغ، دونك كيما تشوفوا ديجا ثم ارا لي دومين دانجينيوري تجمو تقراو
شو اسمه الايروسبيس شيمي بيوميديكال الكتريك ميكانيك اللي تحبوا فريمون للدومين وبيان سور حتى اللي يقرا يحبوا يحب يتعلم شويه في البسيكولوجي حتى هو راهو بيرسونيل مو تحب انت تحسن من روحك تفهم حاجه كذا دونك سي انتريسون ما يطلبش عليك لا نيفو دو باك لا حتى شي جوست تفهم شويه في لونغلي تو نوريك ديجا كيفاش ترجم الكور امورك مريقله 5 سور 5 دونك نبداو باول حاجه انا ديجا مانيش عامله انسكري دونك نبداو بشامبل انسكري باش تطلعوا فوق شويه هوني ثم ريجستر وثم ساين ان بيان سور كانك عندك كونت جوست تدخل تعمل ساين ان سينو انا جو في كليكي ريجستر باش نعمل كونت جديده دونك باش نكليكي هنا باش تحلي باج جديده نورمالمون باش ندخلوا الاسم واللقب والمود باس شفتوهم ديجا او كديماري لابرونتيساج افيك او دي اكس تحلك الباج هذيا باش تدخل فيها الاسم كومبلي والايميل بيان سور والمود باس سي تو وتحدد انت البي هاو سي هذوما هما لي زانفورماسيون نيسيسير باردون باش يجيك ايميل في البوات ميل نتاعك باش تكتيفي بون هذه لي تاب راهي ماهيش هي المهمه كانك باش تاخذ شهاده هو ديجا باش يطلب منك انا تو باش ندخل نحل الكونت جوست ندخل الايميل بيان سور بربي 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 ما تغلطوش في الاسم واللقب علاش كانك ناوي تاخذ شهاده سيرتيفيكا داكوغ ما تغلطش في الاسم واللقب على خاطر هوني الاسم اللي باش تكتبه هو اللي باش يجيك في السيرتيف نتاعك داكوغ خاطر برشا والله نعرف دو بيرسون دخلوا اسم بالغلط معناتها كتب نيمبورت كوا كيما نقولوا معناتها ان سورنون وجه في السيرتيف ومن بعد حب يعمل يبدلها ما تتبدلش راهو سوا تعاود تعمل الرول معناتها تعاود تعمل سانسكريب وتعاود تقرا او بيان مشيت عليك داكوغ سي بون نعمل كريي كون دونك باهي باش نعمل هوني انجستري داكوغ باهي كيلكو كيستيون بور فو نو زيدرون ا ديفونيغ بلوز انتيليجون هوني يقلك بلو انت النيفو نتاعك شوفوا هنا ما يقلقش راهو ما يقلقش في سوا في الفليت فينونسيير والكل داكوغ انا باش نحط ماستر راهو ماذا بيك ما تحطوش زيد خاطر ساعات ما تحطش ليسي كانك ليسي حط ليسي مش مشكل سينو حط ماستر داكوغ ولا ديبلوم بروميير سيكل سوبيريور ما يقلقش هوني سيكس فاكولتاتيف دونك اونفويي تجمو راهو اينيوري بور لانستون تجمو ما تجاوبوش عليه وتتعداو مي نورمالمون هذوما باش تحققوا من بعد ماذا بيك تحط داكوغ تعداو اونفويي داكوغ فوالا الكونت نتاعي تحلت به هونيا ديجا هذه الباج اللي تجي كم هذه داشبورد هوني مي كور باش تلقى من بعد كي تعمل انت سانسكريب دي كور باش تلقاهم افيشي هونيا داكوغ توا باش نمشيو اكسبلوري لي كور دونك هوني هذه بارتي كور باش تلقى لي كور اللي انت عامل فيها انسكري والا هوني لي بروغرام هوني البروغرام تو نحكي لكم عليهم بعد سينو باش نمشيو اكسبلوري لي كور به هوني باش يحلك الباج داكوي باش تنجم هوني تختار تكتب اسم كور كانك تلوج عليه على اسم مثلا سوجي شنو الدومين مثلا هوني تكوشي شنو الدومين اللي انت حاجتك بيه مثلا كانك عينك في يونيفرسيتي معينه ولا حاجه تنجم تكوشيها بيان سور الليفل اللي تلوج عليه لي لونغاج معناتها تحب مثلا انجلي تحب كذا او كديجا الكور اغاب راهو مثلا مش برشا في الكور اغاب سينو به هي طحنا نهبطوا شويه ونشوفوا راهو شوفوا تجمو تقراو اللي تحبوا دونك انا هوني باش نختار كور او هازار داكوغ جوست انا نحب نختار يونيفرسيتي اللي هكا مثلا معناتها ما يقلقنيش الكور في ليكزامبل باش نحاول نختار لكم يونيفرسيتي اللي تكون مثلا هونيا مثلا هيت نشوفوا الكور هذا نتاع بروكلي مايندفولنس اند ريزيلينس تو ستريس ات ورك معناتها داكوغ نشوفوا كيفاش نجمو نحيو ستريس ات ورك هذه فورماسيون دونك باش ندخل لها ديجا مكتوب عليها كورس داكوغ دونك انا جوست اخترت كيما قلت لكم تجمو تطلعوا الفوق تكتبوا اسم الفورماسيون ولا تلوجوا كيما وريتكم في او ديبي دو فيديو تمشيو تختاروا الدومين اللي تحبوا تلوجوا عليه مثلا في الداتا ساينس شوفوا لي ماتيير راهو اللي تحبوا تقراوه تجمو تقراوه داكوغ وكيما شفتوا معناتها ديجا شفنا لي ماتيير اللي تحبوا تقراوهم دونك انا باش نختار جوست اون فورماسيون او هازار جوست باش نجربو ونشوفو كيفاش نعملو لانسكريبسيون باش نفازل باه هات نختارو لا ماتير هذه بايثون فور داتا ساينس داكوغ او كيما يو سي سان دييغو يونيفرسيتي دونك باش ندخل دونك باش تجيني الباج هذيا اول حاجه الباج هذيا فيها دي زانفورماسيون على الماتير اش معناتها هوني شفتو هل هوني يقلك ستارت نوفمبر 18 ولا ستارت ديسمبر 14 معناتها الماتير هذه تنجم سوا تعمل الانسكريبسيون تاعها توا ولا لو 14 انت تختار بربي حاجه مهمه برشا برشا اللي هي انه اينو فوا تعملوا الانسكريبسيون داكوغ انا راه باش جو في كليكي على الرول
une fois tableau d'inscription راهو il prend en considération les dates معناتها معناتها عندك الحق تقرا لا ماتير في وقت معين عملت انسكريبسيون اليوم هو يقول لك وقتاش شفتوش مكتوبوني يقول لك l'accès expire et tout le progrès seront perdus le 27 janvier 2022 عطاني شهرين برسك Donc, كل ماتير وكيفاش كانك باش تعمل اكسي للكور هذا بيان سور غراتويتمون معناتها اون طون كو اوديتور ليبر تحب تقراك هو ما لازمكش تفوت لا دات ليميت به هو باش يعطيك مثلا كل ماتير فيها نومبر دو سيمين انا باش نختار هوني اكسي دي غراتويتمون ولا هوني اوبتينير ان سيرتيفيكا هذه بالفلوس ديجا الفورماسيون شوفوا ما اغلاها 350 دولار تخيلوا انتم 350 دولار على فورماسيون دونك باش نعمل انا كونتينيي هوني في الفيرسيون غراتويت تحلت لي لا باج نتاع كيما قاعدين تشوفوا نتاع لا فورماسيون به نحب نحكي شويه على هوني به كي تهبط انت شويه ديجا تلقى ديسكريبسيون على الكور داكور سينو بربي شفتوا هذه الفازه اللي على جنب تبعوا معايا قال لك 15% دو رابي بور لي نوفو ابرونون به اش معناتها اول حاجه ثم دي كور في لو دي اكس يعملوا فيهم des promotions plutôt qui met le code coupon il y a un code اللي هو هذا le code EDX welcome تلقى في quelques formations مش مش في كل شيء ينقص لك 15% من البري مثلا هذه الفورماسيون تسوى 350 دولار انت كانك انتريسي بها تحب تاخذ الشهاده نتاعك سيرتيفيكا دونك فاض باش تدفع 350 دولار باش تاخذ الكود كوبون هذا باش تعمل له كوبي وباش تمشي كي تجي تشري معناتها كي تجي تشري الفورماسيون باش تاخذ السيرتيف نتاعك هو راهو كيش معناتها تشري الفورماسيون انت باش تشري السيرتيفيكا معناتها انت تقرب ليش مي كانك تحب تعدي التيست وتاخذ الشهاده نتاعك بامورك مريقله تولي تشريها بالفلوس طونجي حكيت الفاينانشال ايد خلينا توا في فاز الكود كوبون هذا الكود كوبون راهو مر يكون 15% مر ساعات بارفوا مثلا في مناسبات راهو تنجم تلقى الفورماسيون فيها كود كوبون ب 100% معناتها هذيا اللي عملتها لكم توا اون بلو فوز 15% تجمو تلقاو 100% تجمو تلقاو 80% 90 سا ديبون داكور دونك ديما اول ما تدخل الكور شوف هنا كانك لقيت هوني فازت الكود 15% مثلا ولا لقيت ما نعرفش مثلا هيت نتخيلوا معانا الفورماسيون تسوى 50 دولار انت لقيت فازت ما نعرفش انا 20% ولا 15% كوميم تولي لك الفورماسيون ينقصوا لك فيها تولي لك 20 دولار رخيصه تنجم تدفع الفلوس داكوغ من غير ما تعمل المطلب سيبوزون جو في سيبوزي سينو جوست انت باش تعمل كوبي لهذا بلي ثما معلومه ياسر مهمه باش نقول لكم عليها ديتو به عملت انا كوبي للكود كوبون به باش نكليك هنا باش نهبط اللوطه شويه وباش نعمل وينها وينها commencer le cours normalement هذه mise à niveau pour والا enroll normalement نلقاو كلمه enroll به ما علينا باش نعمل mise à niveau واش معناتها معناتها انا توا باش نشري الفورماسيون باش نشريها باش نجم نعدي ليكزامون والكل دونك تتحلي الباج هذه ديجا هكا your purchase contains the following دونك انت تحب تشري سيرتيفيكا اوكي سيرتيفيكا فيريفي دونك جوست كليك هوني على الكود داكور تعمل له كولي وتعمل ابليكي بون كانك دبرت 100% امورك مليقلة اما والله العظيم ثم دي فورماسيون فيهم 100% وثم اللي ما فيهم حتى شيء داكور دونك اوكا الرميز نقص لك بريسك 52 دولار كوميم من 350 ولات بريسك 297 دولار به جست حبيت نقلكم على معلومة مهمة برشا هي المحالة باش نوصلولها مي ميسير شو نقولها لكم توا به كان تقرا بليش داكور انت قريت بليش داكور وتحب تعمل مطلب باش تاخذ باش تعدي ليكزامون وتاخذ الشهاده المطلب وقتاش تعملو ها كاين بعد ما تكمل تقرا الكور نتاعك داكوغ معناتها مش انا دخلت عملت الرول معناتها جو مو سوي انسكري في لا ماتيير وباش نعمل هنا جو في كليكي على كومونسي لو كور ونبدا نقرا وقبل ما نبدا نقرا نعمل المطلب تو نجيو للمطلب كيفاش تعمروه ونوريكم منين تدخلوا له والكل لازم كم يا سيدي بن سيدي حتى وقت تكمل تقرا وانت تبعث لي دوموند علاش خاطر لي دوموند ترجع لك في نهارين ثلاثة ايام يجاوبوك هذه حاجه الحاجه الثانيه كيف يجاوبوك يعطيوك زيد دوري معينه باش تعدي دونك بريمو نلخصو كانك تحب تقرا ماتير دونك شوف انت وقتك مثلا عجبتك الماتير تحب تقراها لازمك كي تعمل لانسكري مثلا لانسكري باش نعملو انا بعد شهر لازمني كي نقرا فريمون جو دوا مكونسونتري علاش خاطر كان يعطيوك شهر قريت فيه سي بون ما قريتش
تمشي عليك لا ماتير مثلا لقيت لا مواتي ومازال لك لا مواتي ما كملتوش وصارت لدات لا ليميت مشيت عليك الماتير لازمك تعاود من الاول وجديد كوم سي ما قريتش خاطر ثم دي كويز ودي تيست تجاوب عليه لازمك تولي تعاود من الاول وجديد دونك كانك انتريسي بحاجه تحب تتعلم جوست اقرا مش مشكل اما كانك تحب تعدي الشيء ذا والكل دونك ركز واختار لا ماتير اللي حاجتك بيها اللي باش تعاونك في السي في نتاعك والكل Donc juste habite nous comme un exemple de matière autre j'ai d'amener فيها un rôle ou bien je me suis inscrite donc كيف كيف فيها لقيت فيها 15% تسوى 49 دولار وليت 41 دولار باه نجيو لحاجه اخرى ريتو هوني تحت الفيديو ثم كلمه تيلي شارجي لو فيشي فيديو السيت هذا الفازه هذه ماهيش موجوده في الكورس تاعو قدامي انك تجم تيلي شارجي الفيديو سواء في تليفونك سواء في الاورديناتور دونك تجم تقعد عندك كوبي داكا كاينك ماكش ناوي تكمل تقرا وباش كيما نقولوا باش يوفى عليك الوقت اللي يميت وماش عندك اكسي تجم تيليشارجي حاجه اخرى ريتو هذه تيليشارجي تيكست هذه معناتها تجم تيليشارجيو على شكلك يعني باش تيليشارجيو الكلام اللي هو قاعد يقول عليه سو فورما دان فيشي معناتها النص كله مكتوب معناتها كاينك انت انتريسي باش انك تقرا سيبوزون تحب تقرا باش تزيد تفهم تقرا بصوتك مش تسمعك هو والتكست هذا تنجم تهزو وتعمل له تخدوي داكوغ تنجم تعمل له تخديكسيون في ديجا راني وريتكم بليزيور سيت اللي يعملوا لكم تخديكسيون وركم مريقلة دونك شفنا مع بعضنا كيفاش نجمو نتيليشارجيو الفيديو نجمو نتيليشارجيو التكستو معناتها كيما قلت لكم ترانسكريبسيون نتاع الفيديو كامل داكوغ تنجمو ترجمو ديجا كيما قلت لكم ثم بليزيور سيت تعملوا بهم الترجمه تجمو تجيني الانستغرام تنوريكم لي ليان فتلقاهم ديجا عندي في دي بوست على انستغرام دي ليان باش تجمو تعملوا الترجمه داكوغ سينو باه كانكم تحبوا الترجمه هوني سيت جوست تيتغ دانفو باش تطلعوا الفوق ثم هوني تخدويغ سيت باج تختاروا لا لونغ اللي تحبوا عليها تكليكيو على هالي بوين خرج لك لي لونغ اللي موجودين تختار لونغ اللي تحب عليها عربي فرونسي داكوغ بون الترجمه هذه جوست باش تكون على الباج ويب داكوغ مي الكونتوني نتاع الفيديو ما نجموش نترجموه كيما الكورسيرا داكوغ دونك جو بونس شرحت لكم برشا حاجات جيسبر تكونوا متابعيني سينو ميسيلاش ارجعوا شويه مرشاي الوع وزيدوا تفرجوا في الفيديو سينو توا باش نتعداو للبارتي اللي حاجتكم بها برشا اللي هي لا دوموند ديد فينانسيير داكوغ مي بلي قبل ما نمشيو لا دوموند نحب نحكي لكم على حاجه اللي هي voici un exemple نتاع سيرتيفيكات شفتوها هذه كيما هكا تجيكم السيرتيفيكات اسمكم اسم اللوغو تاع لونيفرسيتي اللي خديتو منها لا فورماسيون ولي دات وبرشا معلومات اخرى داكوغ وبربي حاجه نسيتها ما قلتها لكمش في اول فيديو كي تعملوا لانسكريبسيون باش يجيكم ايميل كيما هكا داكوغ الايميل هذا باش تكليكيو على هوني اكتيفيت يور اكونت اون فوا تكليكيو عليه باش يحلك تابلو دبار نتاع الكونت نتاعك وباش تجيكم هذه برافو فوزيت فوزافي اكتيفي فوتر كونت علاش فكرت كان فيها على خاطر لازمكم كي تجيو باش تاخذوا لا سيرتيفيكا نتاعكم السيرتيفيكا نتاعكم لازمكم تعملوا فيريفيكاسيون دو فوتر ايدنتيتي اش معناتها اللين هذا تنحطوه لكم تنحط لكم اللين هذا واللين نتاع الفاينانشال ايد تحت الفيديو داكوغ اللين هذا فيه لي زيتاب وشنو هما لي كونديسيون باش تصير لك فيريفيكاسيون دونك جوست تقراوه كان ما فهمتوهش قولوا لي كان تحب نعمل لكم عليه فيديو سينو سي ايبر فاسيل جوست انت لا كارت ديدونتيتي نتاعك باش تصورها داكوغ بيان سور التصويره تبدا واضحه وكل شيء وباش تابلوديها في السيت هذه وقتاش يطلبها منك وقت تشري السيرتيفيكا ولا وقت تعمل مطلب نتاع فاينانشال ايد ويوافقوا لك عليه وقت يقول لك لازمك تعمل فيريفيكاسيون للايدنتيفيكاسيون نتاعك كان ما تعملهاش راهو ما يعطيوكش الشهاده ثم برشا في الكورسيرا بقاو مشكله على خاطر طلبوا منهم كوبي سواء من الكارتين ولا من الباسبور راهو سي كيف كيف ما يقلقش مفيد كارت ديدونتيفيكاسيون دونك وراني فسرت لهم ديجا معناتها كي جاوني الانستغرام دونك انا من توا نقول لكم لازمكم تعملوا معناتها كانكم باش تعملوا المطلب ويوافقوا لكم قبل ما تعديوا ليكزامان اعملوا فيريفيكاسيون ليدونتيتي نتاعكم داكوغ كل شيء واضح دونك توا باش نتعداو الاخر بارتي اي فوالا اخر بارتي من الفيديو نتاعنا وبربي اللي ما عمل لي جيم يعمل لي جيم من الفيديو وشجعوني وكما قلت لكم حطوا لي لي كيسيون نتاعكم تحت الفيديو داكوغ دونك نجيو لا دوموند نتاع ليد فينانسيير داكوغ اول حاجه اللي نحطوا لكم كما قلت لكم سينو الدوموند هنيه مش معناتها من لا ماتيغ نو ثم ليان تدخلوا باش تعمر لا دوموند باه
باه مش تلقى من الفوق النوم تاع ليتيليزاتور نتاعك لادريس ميل والبي وكل لي زانفو اللي دخلتهم في لانسكري باه هوني يقول لك شوازي سي لو كور هنا هذوما شفتهم هاللي كور الكل انا عملت فيهم انرول دونك هوني باش تختار لا ماتيغ اللي تحب تعمل فيها دوموند فينونسيير وكيما قلت لك ما تعملوا لا دوموند كان ما فكرتوا ولا كان ما تكونوا كملتوا قريتوا الكور خاطر ديجا لا دوموند يوقع عليها بعد هذه الثلاثه علاش على خاطر علاش قلت لكم هكا انا على خاطر هما ديجا الكور انت تنجم تقراه في مده معينه شهر شهرين سي ديبون هما قداش عطاوك وقت دونك سي ديبون زيد من لي سيمين دو فورماسيون اسكو تستحق 5 سيمين 8 سيمين 4 سيمين هيك علاش يعطيوك جول اي معينه ما لازمكش ديباسيها داكور اسكو سي كلير ان شاء الله تكونوا معناتها فهمتوني سينو هيك نختاروا مثلا لا ماتيغ هي باه هوني يقول لك ريفوني انيال بيان سور انتوما احنا بعد الفو باش نختاروا اقل حاجه اللي هي لزين 5000 دولار معناتها 5000 دولار باه نكليكيو عليها هوني توا هوني الدوموند هذه فيها 3 بوكس لازمني نجاوب على 5 كيسيون عندك بارلي نو دو فوتر سيتياسيون فينانسيير اكطويل وعندك بارلي نو دو فوتر ابرونتيساج و بوت بروفيسيونيل دونك عندكم 3 كيسيون نتوما كنت تفكروا في الفيديو نتاع الكورسيرا الفورمولير كان فيه 2 دونك بالنسبه لا اله الا الله محمد رسول الله بالنسبه للموقع او دي اكس عندكم 3 كيسيون معناتها لازمكم تعمروا الفورمولير فيه 3 كيسيون لذا حضرت لكم دوكيمون كيما استنستو بيا معناتها فريمون عملت لكم دوكيمون فيه لا ريبونس نتاع لي 3 كيسيون كل كيسيون عملت كوبي كولي وحطيت لكم لا ريبونس باه لي بارتي اللي تشوفوا فيهم بالروج دونك باش تبدلوهم انتوما سولون الفورماسيون نتاعكم داكور ولا هما الاكثريه سولون الفورماسيون نتاعكم والدومين نتاع لي زيتود نتاعكم داكور دونك الدوكيمون تو نابلوديه في السيرفر ونحط لكم اللين تحت الفيديو وكي العاده كان ما حبيت ما جمتوش تيليشارجيوه يجوني الانستغرام تو فهمكم راني نجاوب العباد الكل جست اعطيني شويه وقت باش نجاوبكم داكور دونك باش تعمر من هوني باش تعمل كوبي كولي وبيان سور تبدل لي زانفورماسيون اللي انا قلت لكم عليهم ومن بعد تجيو هوني وتكوشيو هذيا وتعمل سوميتر فوتر كانديداتور ديجا باش يجيك ميل يقول لك راهو لا دوموند نتاعك تبعثت وراهو نورمالمون ما يفوتوش الجمعه معناتها 3 4 جور ماكسيموم ويجيوك داكور اما ثم فازا هوني ثم حاجه تريز امبورطون اللي تريز امبورطون باردون اللي هي للاسف ما يعطيوكش 100% في الدوموند فينانسيير اش معناتها معناتها مثلا الفورماسيون تسوى 200 دولار باش ينقصوا لك 90% les apprenants éligibles peuvent recevoir jusqu'à 90% de rabais sur les frais d'attestation pour un cours اللي هي نقطه مهمه برشا برشا مثلا الفورماسيون تسوى 200 دولار باش ينقصوا لك اش معناتها معناتها باش تولي هي تسوى 20 دولار اش معناتها 20 دولار كيما نقولوا احنا قداش 20 دولار نقولوا بالتونسي برسك 50000 60 دينار جو بونس فورماسيون تسوى 200 دولار تشريها ب 50000 الشهاده نتاعها وتحطها في السي في ماهيش شويه راهو باش يكون في علمكم لي سيرتيفيكا او دي اكس تجمو تهبطوهم ديريكتومون معناتها كان تاخذ سيرتيفيكا ديريكتومون تكونيكتيها باللينكدين نتاعك معناتها تهبطها في لاباج لينكدين هذه حاجه الحاجه الثانيه شوفوا ديما نقولها لكم انت والفورماسيون كانك تحسها مثلا انت لو وجدت على لي زوفر دومبلوا داكور ولقيت انه الفورماسيون هذه مطلوبه راني وريتكم قبل في لي ستوري وفي التيك توك ثم دي زوفر دومبلوا يقول لك نحب عندك سيرتيفيكا مثلا في كذا سيرتيفيكا في البايثون في كذا في الانجلي دونك السيرتيفيكا نتاعك كانك باش تعاونك راك تنجم تشريها 50 دينار بالنسبه لي انا تشري بها فورماسيون ساويه 200 دولار مش شويه ديجا كيما قلت لكم مثلا شوفوا الكور هذا مثلا يسوى 49 دولار داكور ديجا انت خديت فيه 15% وتزيد تعمل دوموند نتاع ديت فينانسيير بنقولوا ما خديتش 15% وعملت ومشيت هوني للي اللي حطيت لكم تحت الفيديو وعملت دوموند اسيستونس في داسيستونس فينانسيير دونك بعد ما تعمر هذوما لي 3 و بيان سور تكوشي لا ماتيغ اللي تحب عليها وتبعث لهم لا دوموند دونك باش ينحيو لك 90% من 49 دولار اش معناتها قداش تقعد لك 4 دولار فيرغول معناتها كيما نقولوا 5 دولار 5 دولار بالتونسي برسك 15000 جو بونس 15000 ولا حتى 50000 كومي انت باش تمشي تعمل فورماسيون في الدومين اللي تحب عليه راهو شوفوا حطوا في مخكم انه فورماسيون كي تبدا غاليه تبدا ساويه 150 دولار 300 دولار راهو مش شويه ديجا انا شوفوا ارا دخلت لهوني
ريت وانا وين كليكيت هوني يعطيني البروفيل ويعطيني الكونت ويعطيني هوني تابلو دو بور. التابلو دو بور هو اللي فيه لي ماتيير اللي عملت فيهم انا الرول اللي عملت فيهم معناتها جو مسوي انسكري فيهم. دونك لي ماتيير راهو كل فورماسيون وسوما مثلا ندخلوا لهذيا يوزينغ ايميل فور نتوركينغ ان انجلش داكوغ راهو تجمو تعملو تجمو تقراو اللي تحبو كان ما يمكنش في السيرتيفيكا وتعلمو حاجه جديده. مثلا هذه ساويه 149 دولار كومير كي تنحي منها انت 90% قداش يقعد 15 دولار. 15 دولار قداش بالتونسي 30 45 الف 40 الف وحاجه كومير. دونك تجمو تخلصوها ديجا بالكارت تكنولوجيك والسيرتيفيكا تجمو تيليشارجيوها كيما تجمو تطلبو تجيكم بار ميل داكوغ مش بار ميل يربي بار بوست. En tous les cas, j'espère que j'ai eu comme à l'aise et comme le col. Ou s'il vous plaît, casse-le les j'aime ou le follow. Ou qu'elle me fait toucher à jacques ou sinon, je pense à quitter les points le col. Ou qu'il a d'un chauffe comme Inch'Allah, Inch'Allah, un prochain vidéo. Ou quoi d'autre, quoi d'autre. Ou casse-le les j'aime ou bref, partagez-vous à ma bien sahab. Car ou magnet qui te fait rire, il a ma la ou elle dit quoi la ou elle dit. Ou merci infiniment. Bon courage.